من حوالي ساعتين تقريبا بدأ القصف على حي الدمج في مخيم جنين. حاولنا توجه للمكان، رفض الاحتلال ادخالنا لمنطقة حي الدمج. حاولنا التنسيق مع الارتباط ولكن قوبلنا بالرفض من الطرف الاسرائيلي، منع تواجد سيارات الاسعاف او الدفاع المدني داخل الحي. من 30 دقيقة تقريبا قاموا باخلاء السكان مشيا على اقدامهم، منهم الاطفال والنساء ورجال كبار في العمر. استلمناهم على مدخل الحي بين الجبات الإسرائيلية، جبات الجيش الإسرائيلي، وتم نقلهم للمستشفى الحكومي في جنين. حاليا ولا إصابة داخل حي الدمج، ولكن ما بنعرف إذا في إصابات داخل الحي حاليا ولا لا، لأنه ما في اتصال مع اللي متواجدين جوا، ولا بنعرف إشي ولا مسموح لنا ندخل. صحيح الليلة كانت هي عبارة عن معيقات لسيارات الإسعاف بشكل عام، جميع سيارات الإسعاف من ضمن حالي في منطقة الهدف في محيط مخيم جنين. المفروض هاي الحالة تأخذ معنا بالكثير 15 دقيقة، ولكن مع ظروف الليلة أخذت 3 ساعات وشوي، من احتجاز لمركبة الإسعاف، تفتيشها، فحص هويات، تدقيق.